اهلا بيكم في قصة نجاح جديدة مع اللاعبة سارة نصر. البطل اللي انتوا شايفينها قدامكم في الصورة دي اللاعبة سارة نصر، حققت انتصار جميل جدا في احد اصعب سباقات الدراجات في العالم. سارة نصر سمعت عني عن طريق احد زملائها بتتكلم عن التغذية وان هي داخلة سباق مهم جدا وان هي رياضية من زمان، هي رياضية لاعبة ثلاثي يعني تلعب دراجات وجري وسباحة. احد صديقاتها بعتتها رقمي وبالفعل تواصلت معايا وبالفعل بدأنا مع بعض في التغذية الفائقة للرياضة. ان احنا بنحاول نخلي الجسم البشري فائق مستويات اعلى، بنجهز في جسمها بقالنا 6 شهور كاملة الحمد لله بفضل الله. راحت سارة السباق ده يا جماعة بيدخله 16,000 متسابق. يعني انا وظيفتي كدكتور احمد في التغذية ان انا اخلي اللاعبة بتاعتي دي توصل السباق اصلا، يعني تطلع الجبل كده خلاص شكرا انا وظيفتي انتهت انا كده مبسوط. بسم الله ما شاء الله سارة مش بس طلعت الجبل، سارة مش بس قفلت السباق، لا سارة حققت مركز 260 على مستوى النساء. مركز 260 على مستوى النساء ده يا جماعة مركز متقدم للغاية، كأول متسابقة مصرية عربية تروح السباق ده. سباق صعب جدا فما شاء الله عليها، فخر مصر فعلا. حدش كتير سمع عن السباق بتاعها، حدش كتير سمع انها قفلت الدنيا وطلعت الجبل وطلعت السباق. يا ريت يا جماعة ننشر الفيديو، يا ريت يا جماعة نشكر سارة اللي اجتهدت وتعبت على نفسها. لو انت او انت رياضي لو عايز زقة ودفع عشان نطلع منك مستويات عالية جدا ينافس بيها على مستوى العالم وربما الأولمبياد الجاية إن شاء الله، تواصل معايا فورا عشان نعمل كيك ستارت.